أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من تحت الضوء. ما أسباب اندلاع الحرائق الهائلة لعشرات الآلاف من الدونمات والحقول الزراعية المزروعة بالحنطة والشعير في المحافظات العراقية، حيث تصاعدت ألسنة اللهب في محافظات ديالى وصلاح الدين والموصل وكركوك، والتي تحكم الميليشيات الموالية لإيران قبضتها الأمنية عليها بشكل كامل. الجمعيات الفلاحية أكدت أن الحرائق التي التهمت المحاصيل الزراعية مفتعلة، الهدف منها خلق أزمة اقتصادية وضرب الأمن الغذائي للعراق ومنع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة وغيرها. بينما أكدت وزارة الزراعة أن الحرائق التي اندلعت مؤخرا كانت بفعل فاعل وهي ممنهجة وتستهدف الثروة الوطنية. يرى مراقبون أن استهداف الحنطة واستهداف حقولها في العراق سبقه استهداف للثروة السمكية وكذلك المصانع والمولات وغيرها، الغاية منها استهداف المواطن العراقي بشكل مباشر والأمن الغذائي للعراق. ويرى البعض الآخر أن إحراق الحقول الزراعية يقف وراءه إيران في سلسلة مشروع التغيير الديموغرافي لإجبار أهالي هذه المناطق على هجرتها من أجل الاستحواذ عليها فيما بعد. هناك تقارير أمريكية أيضا من داخل الولايات المتحدة تتحدث عن أن سرقة بذور القمح كان أول أسباب الحرب على العراق لجعله خاضعا للشركات الأمريكية ولصندوق النقد الدولي، حيث يتم بيع للعراق حنطة هجينة لا يستطيع زراعتها. لتسليط الضوء مشاهدينا الكرام على حرائق الحنطة في العراق وأسبابها ومن يقف وراءها وتداعياتها على الاقتصاد العراقي، أرحب بضيوفي الكرام الأستاذ بهجة الكردي الباحث السياسي العراقي ضيفي في الاستوديو. مرحبا بك. حياك الله دكتور سمير. حياك. وأرحب أيضا بالدكتورة هداب فالح الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية. دكتورة هداب مرحبا بك. أرحب أيضا بالسيد أحمد الجميلي الصحفي العراقي. مرحبا بضيوفي الكرام. مشاهدينا الكرام نشاهد سوية هذا التقرير ثم نبدأ الحوار. مع اقتراب موسم الحصاد الذي ينتظره المزارعون في العراق بفارغ الصبر وبعد الكد والعناء والعقبات التي تواجههم، صدموا بالحرائق الهائلة التي التهمت ثمرة جهدهم. خسائر كبيرة تعرض لها أصحاب الأراضي الزراعية بعد عمليات الإحراق الممنهجة التي التهمت عشرات آلاف الدونمات من الأراضي المزروعة بالقمح والشعير بمناطق متفرقة من البلاد. وزارة الزراعة توقعت في وقت سابق أن يشهد الموسم الحالي وصول العراق إلى الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة، فيما أكدت أن الحرائق التي اندلعت مؤخرا ممنهجة وتستهدف ثروة البلاد الوطنية. ألسنة اللهب التي تتصاعد من الحقول في محافظات ديالى وصلاح الدين والموصل والتأميم، والتي تحكم الميليشيات الموالية لطهران قبضتها الأمنية عليها بشكل كامل، ومن خلال هذه القبضة تسعى إيران إلى دفع سكان تلك المحافظات خصوصا مزارعيها إلى هجرتها بشكل غير مباشر بعد القضاء على مصدر رزقهم الوحيد المتأتي من الزراعة. لذا فإن أصابع الاتهام تتجه إلى أذرع إيران بإشعال تلك الحرائق. قيس الخزعلي زعيم ميليشيا العصائب أكد أن الحرائق تتم بفعل فاعل أو نتيجة تماس كهربائي، لكنه برأ إيران من أن تكون وراء تلك الحرائق، فيما أكدت الجمعيات الفلاحية أن الحرائق كانت مفتعلة والهدف منها خلق أزمة اقتصادية وزعزعة الأمن الغذائي العراقي ومنع تحقيق الاكتفاء الذاتي وإبقاء البلاد تحت هيمنة الاستيراد من الدول الأخرى، خصوصا إيران التي ملأت السوق العراقية بالبضاعة الرديئة. منظمة حقوق الإنسان حذرت من تداعيات خطيرة على الأمن الغذائي في العراق جراء استمرار مسلسل الحرائق في الحقول الزراعية، في الوقت الذي دعت الحكومة ومجلس النواب إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحماية المحاصيل من الحرائق التي تتسع بشكل غير مسبوق. أثارت الحرائق موجة غضب شعبي، فلم تقع في البلاد حوادث مماثلة إلا نادرا، ونشبت في عدة محافظات في الوقت ذاته،
وتؤكد غالبية القوى والشخصيات الشعبية أنها وقعت بفعل فاعل. أما النائب عن تحالف البناء التابع لميليشيا الحشد مختار الموسوي فلم يتورع عن اتهام السعودية والإمارات والأردن بالوقوف وراء هذه الحرائق لإضعاف الاقتصاد العراقي على حد اتهامه. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة نسلط الضوء على أسباب الحرائق الهائلة التي اندلعت في حقول الحنطة ودلالات توقيتها وكذلك تداعياتها على الاقتصاد العراقي المتهاوي بالأصل. أبدأ معك أستاذ بهجت الكردي المحلل السياسي. أستاذ بهجت، يعني في تاريخ العراق يعني هل صادف أن أحرقت حقول الحنطة على هذا النحو؟ عشرات الآلاف من الدونمات الزراعية أحرقت بهذا الشكل الفظيع والهائل. دكتور سمير، ما أصور في تاريخ العراق حدثت مثل هذه الجريمة المفتعلة بالتوقيت وفي الزمان والمكان. أبدا لم أسمع ولم أقرأ في تاريخ العراق القديم، مع أنه في بعض السنوات وتجينا سنوات يعني عجاف فيها فعلا أزمات داخل البلد، لكن لم تصل بين أهالي الشعب بين أبناء الشعب العراقي إلى مرحلة أن تنتقم من الحصاد أو من المنتج الزراعي، لأنها سلة العراق. يعني بالمناسبة أخ دكتور سمير، العراق قبل النفط معروف أنه سلة غذائية، وكان يمكن السبب الرئيسي في تاريخ العراق أن يتعرض للاحتلالات. يعني من أيام السومريين والبابليين وإلى أيام الصفويين وإلى وأنت ماشي والتتار والمغول، كل هذه الحقيقة الهجمات التاريخية على العراق من أجل الحصول على مصادر الغذاء. ويعتبر العراق من أكثر المناطق بحكم وجود دجلة والفرات يا سيدي، ومناطق قابلة لإنتاج القمح، وبالذات هذه المناطق اللي الآن يتم حرقها معروفة إنها سلة غذائية في كل تاريخ العراق يا سيدي. نعم. أرحب بدكتورة هداب فالح الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية. دكتورة هداب مرحبا بك. أهلا، مساء الخير عليك وعلى السادة الضيوف. دكتورة هداب، يعني لو ننظر إلى الأمر من الناحية الاقتصادية للعراق، العراق يعني بحسب ما يرى مراقبون أنه مستهدف من قبل أطراف متعددة من أجل ضرب الأمن الغذائي للعراق لهذا البلد واستهداف المواطن العراقي بشكل مباشر. يعني هذه الحقول عندما أحرقت على هذا النحو بشكل هائل وأصبح الأمر أصبح يعني أمرا غريبا، لم يرى العراق أبدا ومطلقا مثل هذه الحالة عبر تاريخه. كيف تنظرين إلى هذا الأمر يعني بادئ ذي بدء قبل أن نتحدث عن موضوع الضرر الاقتصادي؟ نعم، في الواقع يعني هنا نحن أمام إجراء تكتيكي سريع، ألا وهو سياسة الأرض المحروقة. المشكلة تكمن في أن هذه التكتيكات لحرب المحاصيل الزراعية لها بعدين. البعد الأول هو في توقيف إنعاش الاقتصاد العراقي، وثانيا هو تراجع برامج الأعمار، وبالتالي ان هاتين الفقرتين التي نحن في صددها لمحاوله انقاذ الاقتصاد العراقي سيصبح او ستصبح من الصعوبه ان ناخذ بالاقتصاد العراقي نحو سده الامان. كيف؟ يعني حتى هذه الحرائق التي تم الاعلان عنها في تقرير يوم امس، كان هنالك مثل ما ذكرت حضرتك دكتور سمير، يعني هو مفتعل تغيير ديموغرافي الى اخره، نعم صحيح، ولكن خلينا نقف حتى عند الارقام التي ذكرت. الارقام التي ذكرت كان ما بين 84 حادث لم يحدد من قبل الادله الجنائيه، اي هذه الحرائق. نعم. وكذلك هنالك يعني إضافة إلى 35 حادث متعمد. أنا سأقولها لك، نعم، يعني بحسب مديرية الدفاع المدني أعلنت أن عمليات حرق المحاصيل الزراعية من تاريخ 8 من شهر أيار الماضي إلى 8 من حزيران، يعني من 8/5 إلى 8/6، بلغت 272 عملية إحراق، 74 عملية بحسب مديرية الدفاع المدني بسبب عطب في الأسلاك الكهربائية،
35 حرق متعمد، 25 عملية بسبب شرار متطاير من الحاصدات الزراعية، 32 عملية بسبب مصادر نيران خارجية، 84 عملية مجهولة. يعني ألا ترين أن في الأمر شيء غريب؟ يعني هذا الإحراق على هذا النحو، وهذه عشرات الآلاف من الدونمات الزراعية أحرقت بهذا الشكل المخيف، يعني ألا ترين أمرا غريبا؟ نعم صحيح. يعني أنا أتوقف عند ثلاثة أرقام اللي بجانبها في التقرير الذي صدر عن الدفاع المدني، هي جمل غير واضحة، وبالتالي لو نجمعها اللي هي 35 حادث متعمد والأخرى 32 حادث نار مصدرها نار خارجية، وال84 لم تحدد من قبل الأدلة الجنائية كما ذكرت حضرتك، لو نجمع هذه الأرقام هي 151. إذا 151 بالتأكيد هو حادث مفتعل، ولكن جاء تحت جمل غير واضحة، وبالتالي أيضا تضع تساؤلات كثيرة عندنا. لماذا حدث هذا؟ وكيف حدث هذا؟ ولماذا لم يتم تحجير هذه النيران التي بدأت منذ 8 أيام الشهر الماضي؟ يعني كان عليهم أن يتخذوا إجراءات بحيث أن لا تستمر شهر وأكثر من شهر إلى الآن إحنا مستمرين في هذه الحرائق. هذا كله يعني يجعلنا إلى أن نفكر بسؤال، هو هذا أين سيصب؟ ما هو مصدر هذه التأثيرات الاقتصادية على الاقتصاد العراقي؟ نعم هناك حريق، نعم هناك سياسة جديدة اتخذت، ولكن لماذا حدث هذا؟ كان هناك شيء مهم جدا يعني يجب أن يعي عليه الجميع، وخاصة يعني المتخصصون في هذا المجال، أن في السنة الماضية حققنا حوالي 4.9% فائض في الحساب الجاري، وهذا الفائض كان قد تحول من 49 مليار دولار زيادة في العملة الأجنبية في 2017 إلى 64 مليار دولار في 2018. هنا كانت المشكلة الأولى التي حدثت، لأن كما ذكرت حضرتك وذكر التقرير هناك أطراف كثيرة لها يد في هذا المجال، وبالتالي ليس طرفا واحد. هذا من جهة. من جهة أخرى، عندما عملنا على بناء تراكم الرأسمال النقدي وذلك بزيادة العملة الأجنبية كما ذكرت من 49 إلى 64 مليار دولار في 2018، هذا يعني كيف؟ يعني أننا اقتصاديا أصبحنا نوعا ما نستطيع نحل مشكلاتنا. هذا من جانب. من جانب آخر، كان مؤمل أيضا أنه النمو الغير النفطي، وهذا هنا مهم، النمو غير نفطي وأقصد به الأشياء الأخرى هي المجال الزراعي وإلى آخره، كان مؤمل له أن ينمو حوالي 5.4%. هذا متى؟ هذا قبل ما أن تحدث الحرائق وقبل أن يتم الاستعلام عن كمية الإنتاج، لأنه كمية الإنتاج كانت الزراعي طبعا غير معروفة بسبب الأمطار الوفيرة التي وهبها الله لأرض العراق، كان سببها زيادة الإنتاج لم تأخذ بالحسبان. وأنا سبق وأن ذكرت حتى تقرير منظمة فاو لم يأخذ بالحسبان بهذا الزيادة. إذا كان ممكن أن يكون أكثر، هذه الزيادة أكثر من 5.4%. هذا كله كان يؤدي وين؟ أن المشكلة في قانون الموازنة لعام 2019 اللي كانت حوالي موازنة خلينا نقول 112 مليار دولار و 22.6 مليار دولار عجز، كان من المؤمل أن نستطيع أن ننتهي من هذا العجز. وبالتالي حتى لو لم يكن بالحسبان هذا القطاع الزراعي، دكتورة هداب ابقي معي لو سمحتي، ابقي معي سأعود إليك مرة أخرى. أرحب بالأستاذ أحمد الجميلي الصحفي العراقي. أستاذ أحمد مرحبا بك. أستاذ أحمد، يعني كان الحديث يعني فيما ليس ربما الشهر الذي مضى كان عن إعمار العراق والاتجاه نحو الأفضل وأخذ هناك يعني مساعدات من الدول الإقليمية من أجل إعمار العراق، الآن تحول الأمر وانقلب إلى حرائق والعراق اشتعل بما فيه. نعم أكيد، نحن أمام متكاملة العوامل والأطراف نشبت هذه الحرائق. بدأت تحط
لجني محصول من الغنمات المنتشرة في الفرات، هذا ضرب الأمن الغذائي بعد أن سد الفرات في الصوت غير واضح أستاذ أحمد، أنا أعتذر منك، سيعودون مرة أخرى، يعودون الاتصال بحضرتك مرة أخرى ريثما يتأمن الصوت بشكل أفضل. أستاذ بهجت، يعني في الدول الأوروبية إذا تعطل قطار 30 ثانية عن موعده يستقيل الوزير. في العراق الحديث عن إعمار العراق في الأيام التي مضت، والآن نتحدث عن الحرائق التي التخمت الحقول الزراعية. يعني لماذا لم يحاسب أحد من المسؤولين؟ يا سيدي، العراق في آخر القوائم 200 ويمكن 31، فلا يعد العراق بلد، ليس دولة. في ظل الأحزاب الشيعية وهذه التشكيلة لا يمكن أن يوصف العراق بأنه بلد. ما معقولة في أي بلد دكتور سمير حوادث خروج قطار عن سكة ممكن تقود مباشرة إلى استقالة وزير، وممكن إلى استقالة حكومة، إلا في العراق يا رجل. يعني في آخر لقاء تابع لبول بريمر يقول يعني إحنا من الأسباب التي دعتنا إلى احتلال العراق ليس النفط بقدر ما هو إعادة الشيعة للحكم، لأنهم فقدوها منذ 1400 سنة. طيب أنتوا سلمتوا البلد للشيعة وهاي النتائج اليوم، هاي وراء 15 سنة العراق في قائم في أسفل القوائم في كل مجالات الحياة، بالفقر، بالجوع، بالأمراض، بكل الموبقات اللي موجودة. شوف دكتور سمير، الوضع اللي حاليا موجود في العراق واضح، وأقول للأخت الدكتورة اللي كانت معي دكتورة هدى، العملية مشروع تجريف للعراق بدأ بالعلماء بعد الاحتلال وينتهي الآن بكل هذا الذي يجري، مشروع متكامل صهيوني أمريكي، والرافعة اللي تعمل هذا الحرق هي إيران. طيب، إيران البلد الوحيد طيب المستفاد. ولكن يعني تتهمون إيران أستاذ بهجت، إيران الآن في حصار، أليس الأجدر بإيران الآن يعني أنهم يعني يحمون ظهورهم، أنهم يكسبون الآخرين بدل أن يتعدون على أراضيهم ويحرقون حنطتهم؟ شوف يا سيدي، المنطق هكذا يقول، لكن اعلم يا سيدي أن الإيرانيين اللي الآن موجودين غير ممتنين أصلاً لإسلامهم، منذ 1400 سنة يتآمرون يخلقون مصائب من أجل تهديم هذا الدين. فالآن لما تحققت لهم على يد الأمريكان هذه الفرصة التاريخية، بالمناسبة دكتور سمير أكثر بلد استفاد من غنائم أمريكا بالعراق إيران، وأكثر بلد استفاد من غنائم روسيا في سوريا إيران. يعني معناها يا سيدي أنه هذا المشروع متكامل، من يبدأ من العقول وينتهي إلى أنه الآن العراق من أفسد الدول وأكثر الدول اللي بيها موبقات وأكثر الدول اللي الآن باعترافات المرجعيات يحدث فيها سقوط أخلاقي. منذ متى في تاريخ العراق نشهد مثل هذا يا سيدي؟ فإذا العملية مستمرة، وهذا الذي يجري الآن هو إنهاء إمكانية أن يكون لسنة العراق زراعة، كما هدوا الصناعة في العراق منذ الاحتلال الإيرانيين، واليوم يريدون حرق المحاصيل وأنه الهيمنة على الزراعة في العراق. وهذا الذي الآن نرى يا سيدي هو هيمنة كاملة على كل مناطق اللي ممكن أن تغذي أبناء الشعب العراقي. نعم، لكي يرتبط العراق زراعيا بإيران. نعم، اسمح لي أن أنتقل للأستاذ أحمد الجميلي، عاد معنا مرة أخرى. أستاذ أحمد الجميلي الصحفي العراقي، مرحبا بك مرة أخرى. أستاذ أحمد الجميلي، إذا كنت تسمعني جيدا الآن، يعني إلى أي مدى تتفق مع الأستاذ بهجت الكردي عندما يذهب بالاتهام لإيران، وكما استهدفت الصناعة في العراق هي الآن تستهدف القطاع الزراعي بالإحراق؟
نعم بالتأكيد، يعني أنا أتفق مع ما ذهب إليه الأستاذ فتحس، وأيضا هناك إجماع شعبي عراقي على أن المستفيد من موجة الحرائق المتعمدة التي استهدفت محصول الحنطة والشعير في آلاف السنوات وقتلت في مناطق العراق هو إيران. المثل يقول إذا أردت أن تعرف حقيقة الجريمة فانظر إلى المستفيد من هذه الجريمة. المستفيد بالتأكيد من هذه الجريمة هو من يريد أن يجعل العراق يعتمد كليا على إيران في استيراد المواد الغذائية وكذلك استيراد الكهرباء والغاز وغيرها من البضائع الرديئة التي ملأت فيها إيران الأسواق العراقية. إذا نظرت إلى هذا الحدث وجدت أنه جريمة متكاملة. هذه الحرائق نشبت في الوقت الذي بدأ فيه الفلاحون بجني الحقول الحنطة والشعير، وأيضا هنالك أخبار مؤكدة تقول من أن بعض إدارات المخازن في العراق رفضت استلام آلاف الأطنان من الحنطة والشعير التابعة لفلاحين عراقيين قاموا بجنيها قبل أيام من اندلاع هذه الحرائق، مع العلم أنهم في نفس الوقت يقومون بإدخال آلاف الأطنان من الحنطة والشعير المستوردة التي أتى بها بعض التجار الذين تربطهم علاقات وطيدة مع ميليشيات متنفذة، وأيضا لهم علاقات وطيدة مع شخصيات سياسية الحكومة. إذن هذا الذي يجري هو مؤامرة كبيرة تستهدف ضرب الأمن الغذائي العراقي. نعم، إذن هو مؤامرة تستهدف الأمن الغذائي العراقي. مشاهدينا الكرام، ناشطة أمريكية فضحت أسباب غزو العراق في فيديو أعددناه في هذه الحلقة. نشاهد هذا الفيديو حيث تتحدث هذه الناشطة عن أن الاحتلال كان ينوي حتى جعل العراق رهينة لصندوق النقد الدولي بالاعتماد على حنطة مستوردة أمريكية تكون هجينة لا يصلح أو لا تصلح للزراعة. تابع هذا الفيديو. أول 100 أمر أصدرها بريمر لم يكن بمقدور أي حكومة عراقية منتخبة أتت بعد بريمر امتلاك القدرة على تغيير هذه الأوامر. كان هذا واضحا كتأسيس للديمقراطية. على كل حال كان الأمر المرقم 81 هو الأهم لأنه له التأثير الأكبر على العراق، وكان له اسم وهو قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والأصناف النباتية. حسنا، من خلال كل الكلام القانوني ما تنص عليه الفقرة 81 هو يجب منع المزارعين من إعادة استخدام البذور من الأصناف المحمية بكافة أنواعها أو أي نوع مذكور في الفقرتين 1 و 2، إذ ما ينص عليه هذا بالأساس أن المزارعين العراقيين لا يسمح لهم بحفظ الحبوب ولا يسمح لهم بمشاركة الحبوب، لا توجد أي مشاركة، ولا يحق لهم أيضا أن يقوموا بإعادة زراعة البذور المحصودة. الآن لماذا فعل بول بريمر ذلك؟ الآن دعوني أخبركم قليلا عن شركة مونسانتو. مونسانتو لديها بذور معدلة وراثيا تستخدم لموسم حصاد واحد، مما يدفع المزارعين في الاعتماد على الشركات من أجل البذور كل سنة. الآن شركة مونسانتو وشركة داوتو الكيميائيات وشركة كارغول جميعهم لديهم مصلحة هنا، لأنهم جميعا يعملون على إعادة تصنيع البذور أو استخدام المواد الكيميائية من أجل معالجة هذه النباتات بها، كما أنهم بحاجة إلى مكان مختبر من أجل تجربة ألعابهم الجديدة. هذه الشركات التي كان يسير لعابها لاستخدام بذورهم المدجنة هناك. العراق أصبح مختبراً للقمح المعدل وراثياً. لقد أعطوا المزارعين العراقيين 6 أنواع من القمح من أجل زراعته. 3 أنواع منها كانت تنتج حبوباً لصنع المعكرونة. العراق لا يأكل المعكرونة. إذن شعب يتضور جوعاً لدرجة الموت. قد تم إعطائه حبوباً نصف إنتاجها من أجل التصدير. إذن من الذي سيحصل على الأرباح بهذه الطريقة؟ ليس العراقيين، إنهم أصبحوا حقل تجريبي في هذه الحالة. طبعا مشاهدينا الكرام، هذا الحديث هو مقتضب إذ يطول الحديث وهناك معلومات أكثر، ولكننا أخذنا الأمر المتعلق بعدم السماح للمزارعين العراقيين بزراعة الحبوب وعدم السماح لهم بحفظها أو مشاركتها، وكذلك هناك مراكز في العراق كانت تعمل قبل الاحتلال على عام 2003 مراكز للبحوث
تمت محاربة هذه المراكز لجعل العراق بحسب ما قالت الناشطة الأمريكية يعني أسيرا لدى الشركات التي تصدر له حبوبا ليس فيها ما ينبتها بعد زراعتها، بالتالي أن الأمر متعلق باستهداف الأمن الغذائي العراقي بحسب ما قالت الناشطة الأمريكية التي فضحت أسباب غزو العراق. أستاذ ماجد، هذه الناشطة كيف عراقية تعلق على نعم. هذه الناشطة عراقية من أب عراقي من البصرة وأم أمريكية، والحقيقة مشكورة، وضحت الكثير عن أسباب احتلال العراق وهذه الأكاذيب التي صيغت وهذا الدمار الذي يعني أجر على العراق، شيء لا يعقل ولن يكون في أي زمان، يعني ما حدث في تاريخ الاحتلالات أن تأتي دول بهذا الحجم عظمى 30-40 دولة وبعد الاحتلال تسلم هذا البلد إلى إيران. وبالمناسبة يعني في موضوع أنه الإيرانيين ليش في هذه اللحظة وعليهم الحصار، الإيرانيين مع أنهم في هذه اللحظة وهناك حصار، والبعض يتوقع ويطبل على أن الأمريكان سينتقمون وسيضربون، وأقول لك أخي سمير وأنا أمام الله، الأمريكان الرافعة لهم في العراق هي إيران، وكل الذي يحدث بالمناسبة، ولهذا إيران مطمئنة مشروعها يمشي، كل عملاء إيران أوفياء لإيران في العراق، كل من جاء من إيران بعد الاحتلال عقائديا قاتل مع خميني، وإلى اليوم طيب. إلى اليوم يا سيدي أوفياء، لكن أين سياسي سنة ينفذون المشروع الإيراني مع أنهم الآن في أحلك الظروف؟ تشوف المشروع الإيراني ماشي في العراق وملتزمين، ومع الأسف السياسيين السنة لا زالوا الأكثر تمجيداً لإيران يا سيدي حتى في هذه الظروف. فلهذا أقول يا سيدي يا أخي دكتور سمير أنه الأمريكان في هذه الحملة اللي نراها الآن ونسمع وكل العالم ده يشوف أنه فرقاطات وحاملات طائرات، الأمريكان يريدون يقولون للإيرانيين إحنا دعيناكم على وجبة غداء، لا تمدون إيديكم أبعد من حد الطاولة اللي أنتم قاعدين يمها، يعني آداب الأكل تأكل من يمك. الإيرانيين قاموا سووها فرهود، الأمريكان يريدون يقولون لهم على كيفكم، هي مو فرهود ولا إحنا عميان، فيريدون حقيقة صناعة إيران جديدة لأنه نفذت المشروع الأساسي، تجريف العراق، قتل الناس، تهجير، مغيبين، آلاف أخي دكتور سمير، آلاف ملايين العراقيين ما يعرفون أبنائهم وين، وهؤلاء المغيبين وهؤلاء اللي بالسجون السرية والعلنية، كل هذا يا سيدي ضمن هذا المشروع المتكامل، تجريف هذا البلد، إبعاده عن قيم العراقية في المناطق السنية، أنت شايف الحرق والذبح والدمار والاعتقالات والتهجير في المناطق الشيعية، الحشيشة اللي حسب عادل عبد المهدي يقول تأتي من الأرجنتين، ما يقدر يقول جاية من إيران، إحنا وين الأرجنتين وين؟ شوف الدجل، شوف الدجل اللي لحد اليوم ما حد يقدر يحاسب المالكي على أنه ترك الموصل، ما حد يقدر يحاسب هؤلاء الحيتان الفساد اللي سرقوا المليارات، فمن يحاسب من يا سيدي بقضية الحنطة أو بقضية حرق المصانع أو المعامل؟ البلد كله بلا قانون يا سيدي. دكتورة هداب فالح، وأنتم أكاديمية وباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية، الناشطة الأمريكية التي فضحت أسباب غزو العراق في هذه المحاضرة أو فيما تحدثت به بشأن البذور في العراق وأسباب أحد أسباب استهداف الأمن الغذائي من قبل الاحتلال الأمريكي، إلى أي مدى ترين أن ذلك فعلا قد تحقق وما أثره على الواقع الاقتصادي العراقي؟ نعم، يعني ممكن أن كل ما تقدم كنا نضعه تحت كلمتين هي صدمة اقتصادية، وبالتالي أريد للعراق أن يمر بهذه الصدمة الاقتصادية في هذه الفترة بواسطة حرق المحاصيل الزراعية، على الرغم ما ذكرتموه نعم في تقريركم أنه البذور والتقاوي العراقية هي من أفضل ما يكون، وبالتالي حتى يتم تشجيع الشراء من شركات مختلفة قد تكون أجنبية أمريكية أيا كان، ولكن حتى تسهل هذه العملية.
هذا في كل مجمله هو هذه الصدمه الاقتصاديه التي نحن بها الان هي جزء من الصدمه السياسيه التي كنا بها ايضا عند الانتخابات في نهايه 2018. يعني هاتين الصدمتين اللي هي حرق الصناديق والتزوير الذي حدث في الانتخابات، كل هذا مع هذه الصدمه الان يعني تشكل منطلق الى نقطه اساسيه مهمه، هو انه التوقع الاقتصادي كان لمحتل النمو العراقي في هذه السنه هو على الاساس حوالي 6.5%، هل 6.5% الى حد 7% وحتى اكثر سوف لن تتحقق الان، وهذا كان يعني حتى احنا اذا نفكر بالرقم 7% والبعض يقول اذا احنا نمونا 7% لماذا لا نحدث او لا تحدث الحاله لدينا كما هي في الصين؟ يعني الصين عندما تنمو 6 الى 7% نجد انه نموها واضح وظاهر للعيان ولكل العالم، لكن احنا ايضا يجب ان نرجع الى نقطه في نمونا الاقتصادي في العراق، هذه 7% هي جزء منها جزء تبقى منها نعوض ارتفاع النفطي وارتفاع اسعار النفط. وبالتالي الجزء الاخر كنا نؤول عليه وخاصه بعد زياده الانتاج الزراعي ان يتحقق هذا تاثيره يبدو يكون واضحا في النمو الاقتصادي. وبالتالي نصبح اقتصادنا ليس فقط ريعيا اعتمادا على النفط وانما ايضا زراعيا. الذي حدث ارجعنا مره اخرى وصفرنا ورجعنا الى المربع الاول الا وهو انه اقتصاد ريعي يعتمد فقط على النفط متاثر باسعار النفط المرتفعه والمنخفضه، وبالتالي هذا يرجعنا ايضا الى ان النمو الاقتصادي سوف لن يتحقق حتى ولو ان صندوق النقد الدولي اظهر توقعاته بانه سيكون 2.8%، لكن هذا الشيء ايضا سوف لن يكون، قد يكون اقل من هذا بكثير بسبب المسببات سابقه الذكر من خلال نعم دكتوره ابقي معي لو سمحت. نعم ساعود اليك مره اخرى. استاذ احمد الجميلي، طبعا هذا الاستهداف باحراق المحاصيل الزراعيه، احراق حقول الحنطه على هذا النحو المرعب، هو ليس ربما وليس اخيرا، يعني هناك استهداف للمولات، هناك استهداف للمعامل، المصانع، هناك استهداف للمواطن العراقي بشكل مباشر بالمتفجرات، هناك استهداف للاقتصاد العراقي، استهداف للامن العراقي. من وجهة نظركم هل ستستمر سلسلة الاستهدافات على في الايام او في المرحلة المقبلة في ضوء التصعيد الامريكي الايراني؟ نعم اعتقد ان هذا ما حصل اليوم في يعني بخصوص موضوع الحنطه والشعير واحتمالات الاف الدولارات هو جزء من مرحله جديده بداتها اذرع ايران في المنطقه. كما تعلم هنالك بعد اخر لما جرى في محاصيل الحنطه والشعير. هذه ما حصل هو ان هنالك اذرع خفيه تابعه لايران استهدفت محصول الحنطه والشعير، كما استهدفت سرقه المصانع وتفكيك محطات توليد الكهرباء وسرقتها من المدن المحرره كما يدعون خلال عمليات التحرير المزعومه. هذا يعني ان هنالك استهداف ممنهج الهدف منه هو ارجاع العراق الى مرحله ما قبل الصناعه والزراعه وابقائه يعتمد كليا على الجاره ايران ايراد الحصه والشعير والمواد الغذائيه من اجل اعانتها على صعود مرحله العقوبات الاقتصاديه المزعومه بين قوسين. كما تعلم هنالك عقوبات اقتصاديه على ايران لكنها تحت عقوبات شكلية فقط. طيب. وما هي إلا هواء في شبك. نعم ابقى معي أستاذ أحمد الجميلي، سأعود إليك مرة أخرى. أستاذ بهجت، نعم. يعني النائب عن تحالف البناء التابع لميليشيا الحشد مختار الموسوي اتهم السعودية والإمارات والأردن بإحراق حقول الحنطة لإضعاف الاقتصاد العراقي، بينما زعيم العصائب قيس الخزعلي يعني برأ إيران و
استبعدها من أي اتهامات موجهة إليها في هذا الإطار؟ يعني كيف تقرأ ذلك؟ يعني من المتهم الحقيقي؟ ولماذا يتهمون السعودية والإمارات والأردن؟ شوف يا سيدي، قادة الحشد خدم أوفياء لمشروع أسيادهم في إيران، وهذه الجريمة وهذا التجريف اللي نشوفه بالعراق وهذا الدمار اختصاص إيراني بامتياز للكره التاريخي للعرب والإسلام. وأنا قلتها أنهم لا زالوا يتذكرون عملية سقوط نظامهم الساساني. ما نسوا هذا أبدا، وهذا التجريف أقول أكثر من هذا أخي، هذه تهم باطلة للسعودية وللإمارات وللأردن، تهم باطلة، وواضح أنه يراد أن توصل رسالة إلى أبناء المنطقة أنه أنتم شوفوا يا سنة العراق طرائي السعودية، وهذه كذبة، لأن السعوديين مو هذا اختصاصهم، لا لا لا، ولا الإمارات هذا اختصاص، مع أنه أنا ما راضي عن سياساتهم. وذكر لهذا أنه قادة الحشد يستقبلون في مكة المكرمة، قيادي العراق هذه المجموعات الإيرانية بحتة تستقبل في مكة المكرمة، تفتح لها الأبواب، فما معقولة يا سيدي. وهم في التحالف وقوات أكثر من هذا أخي العزيز، يتهمون داعش. طيب إذا أنتم قبل فترة سنتين احتفلتوا بانتهاء داعش، وأنه الآن ترجعون تذكرون الناس أنه داعش لا زالت موجودة لخلق الفت، تعرف الآن السليمانية يتهمون بعض المزارعين خطية، يضحكون عليهم، معلومات تهرب أنه اللي حرق أراضيكم هم العرب اللي جابهم المرحوم صدام حسين إلى كركوك، ويقال للعرب السنة أنه الأكراد دا يحرقون أراضيكم، ويجي هذا يتهم السعودية حتى يضيع هذا كل المشروع، وهذه متعمدة لزرع أسافين في المنطقة. الغاية من عندها أخي سمير دكتور أنه هذه المناطق الآن منو بعد يقدر يزرعها من أبناء المنطقة؟ يعني يراد أنه يفلس المزارع السني في هذه المناطق. يعني المزارع لا يتجرأ أن يزرعها مرة أخرى. كيف راح يزرعها؟ راح يضطر يبيعها لحيتان الفساد اللي سرقوا أموال الشعب العراقي. من هم حيتان الفساد؟ اللي يعرفهم العبادي والمالكي والعامري وكل هؤلاء حيتان فساد، ما حد يقدر يحاسبهم. إذن هذا الأمر يعني هذول راح يشترون هذه الأراضي. نعم. وتكون فرصة دكتور. نعم. راح تكون فرصة من أجل إسكان اللي يريدوهم، وتكون عملية تغيير ديموغرافي بالمستقبل منها 20-30 سنة. هذه العمليات يا سيدي مدروسة مقصودة. أنت شوف أخي سمير، شوف المساحات من الديالة إلى جنوب السليمانية إلى صلاح الدين. نعم. إلى كركوك، إلى الموصل، الحرائق وصلت إلى سوريا. فإذا أنت شوف من الديالة خاصرة العراق الضعيفة اللي مسؤول عنها هادي العامري، كل جرائمها مسؤول عنها هادي العامري، كل ما يرتكب الآن في الطارمية. خلي أربط الموضوع أكثر، اليوم في الطارمية هذا الذي يجري أيضا مرتبط، يعني عمليا هناك موضوع إضافي لازم يقال، هناك عملية التفكير الإيراني بتشكيل محافظة دينية شيعية من سامراء إلى الطارمية، يدخل في ضمن هذا المشروع إقالة الضباط العراقيين اللي مسؤول قيادات عمليات الموصل، قائد عمليات تكريت، قائد عمليات ديالة الآن قبل الحريق. هذه كلها يا سيدي مرتبطة شيء بشيء، يعني كلها إلها علاقة بهذا المشروع. وإلا تعال فهمني، يعني أنا زارع صار لي سنة وأرد أحصد، اليوم صار 30 يوم تحرق الأراضي، صح؟ نعم. آلاف. طب وين المواطنين؟ ليش ما يطلعون يأخذون سلاحهم ويقفون ويحمون أراضيهم؟ يمنعون من الحشد. طيب إذا أنتم تتهمون السعودية وتتهمون الدواعش، من يحرق المصانع في بغداد وفي ميسان وفي البصرة؟ من يحرق المزارع أيضا في النجف وفي كربلاء؟ أكو أيضا حرق لبعض المزارع. معقول الدواعش أيضاً وصلوا هناك؟ العملية يا سيدي يراد بكل الوسائل، من قيس الخزعلي، من العامري، من كل هذه مجموعة تعالوا احتلونا اللي موجودة في المنطقة الخضراء، إبعاد التهمة عن إيران ولا عن وعن ميليشياتها، وأنه إحنا على أساس ليس، بينما الكل يعلم أنه هذه المناطق كلها تحت يعني حكم وسلطة الميليشيات وحتى الجيش
وقادة الجيش ما لهم دور يا سيدي في هذا الذي يجري داخل هذه المناطق. دكتورة هداب، نتحدث هلا حدثتينا أيضا عن موضوع التداعيات الاقتصادية، يعني الجانب الذي يراد الوصول إليه في العراق. العراق يعتمد على النفط بشكل كامل، العراق بلد مديون بسبب التسليح والعقود التي يعني عقدها مع الدول، مع صندوق النقد الدولي، والآن الواقع الاقتصادي العراقي هو من أسوأ إلى أسوأ. كيف ترين أو تنظرين يعني المرحلة المقبلة للواقع الزراعي تحديدا في العراق؟ نعم، في الحقيقة يعني أنه كل ما يخص هذا الموضوع هو يمكن إدراكه تحت مصطلح المصدات. المصدات اللي هي تحاول أو ترتقي بالاقتصاد دائما إلى وجهة أخرى، وهي أكيد وجهة جيدة. والمقصود بهذا يعني أنه ما موجود لدينا من عملة أجنبية وما موجود لدينا من فائض في الحساب الجاري فضع تحت اصطلاح المصادر التي نستطيع من خلالها أن نستخدمها، وبالتالي نقلل من حالات العجز الاقتصادي وحالات العجز في الموازنة. بالإضافة نستطيع أن نقوم يعني بوضع خطة اقتصادية محكمة وموازنة متوازنة لعام 2020. الذي حدث الآن وبوجود كل هذه السياسة التي أشرنا إليها، سياسة حرق الأراضي وإلى آخره، حرق الأراضي الزراعية، هذا يجرنا إلى موضوع إلى أننا سنكون أو سنضع أيضا في موقف من الصعوبة جدا أن نتحكم في موازنة 2020، وبالتالي كل المصادر التي كانت لدينا من طائف الحساب الجاري استهلك الآن وسيتآكل، لأننا سوف نعبر من سياسة الاكتفاء الذاتي التي كنا في صددها في هذه السنة وممكن حتى إلى سنوات مقبلة، وتحولنا إلى مستوردين، وبالتالي هذا سيسبب لنا عجزا قد يصل حوالي إلى 10 مليار دولار، وهذا تأثيره سيبدو واضحا في موازنة 2020، وسوف لن تحل المشكلة كما كنا نعتقد أو نتصور من خلال ما حققناه خلال الأشهر الأولى في هذه السنة. أستاذ أحمد الجميلي، يعني نتساءل عن مستقبل هذه المناطق التي تعرضت للإحراق، تعرضت حقولها الزراعية للإحراق، كيف تنظر إلى مستقبل هذه المناطق؟ نعم، مرة أخرى أنا أتفق مع ما ذهب إليه الأستاذ بكت. الغرض من إداء هذه المناطق هو جعل أهلها غير قادرين على زراعتها مرة أخرى، وهذا منهج متبع في المناطق التي كانت مستباحة بالتنظيم داعش ثم استباحتها بعد ذلك ميليشيات الحشد الشعبي والمجاميع الأخرى التابعة لها. إذا الغرض من ما جرى وما سيجري هو تهجير سكان هذه المناطق وتغيير الشكل الديموغرافي لهذه المناطق والإتيان بسكان من مناطق الأهوار ومناطق جنوب الأحساء كانهم تحت تهديد السلاح في هذه المناطق كما يجري في مناطق العوجة في تكديد وأيضا في بعض مناطق صلاح الدين، حيث قامت هذه الميليشيات بالإتيان بعوائد مع ماشيتهم وإسكانهم في مناطق صلاح الدين بقوة السلاح في الوقت الذي تمنع هذه الميليشيات السكان الأصليين سكان هذه المناطق من العودة إليها وممارسة حياة الطبيعة. نعم أستاذ أحمد. أستاذ بهجت، يعني هذه الحرائق تدخل ضمن مشروع التغيير الديموغرافي مثل ما اتفقتم ضيوفي الكرام، ولكن هنا بالعودة إلى موضوع الناشطة الأمريكية التي فضحت أسباب غزو العراق، وهو أثارت نقطة مهمة، هي هناك غايات وأهداف أو نقاط 100 ذكرها بريمر في العراق من ضمن المشروع الأمريكي بعد احتلال العراق، حل الجيش، تشكيل الميليشيات، طبعا من ضمن الأمور التي فعلها بريمر، كذلك هذه النقطة التي تحدثت عنها الناشطة الأمريكية، منع المزارعين من إعادة استخدام الأصناف المحلية وجعل العراق رهينة للشركات المتعددة الجنسيات ربما، وهذه الشركات التي تنتج منتجات لا تصلح للزراعة فقط للاستهلاك. إذن
إلى أي مدى ترى أستاذ بهجت أن كل ما يجري في العراق هو حلقة ربما من حلقات المشروع الأمريكي؟ بلا شك، بلا شك يا سيدي، بلا شك كل ما يجري هو مشروع صهيوني أمريكي، وأنه إيران لعبت أقذر دور في تاريخها، أنه كانت مطية لتنفيذ هذا المشروع. وهذا الذي جرى، أنا سبق وأن ذكرت في بداية البرنامج، منذ تم استهداف وقتل علماء العراق، طياري العراق، ضباط العراق، عملية ممنهجة مرتبة من أجل تفريغ العراق وجعله مثل ما هو الآن. أنت تتابع اليوم الحالة العراقية، حالة مأساوية، حتى الأواصر الأسرية بين الأسر العراقية لم تعد كما كانت يا رجل. الناس ما تقدر تشوف أبنائها، وإذا عنده أخوه في أي محافظة عراقية ما يقدر يروح، الظروف جبرت. فإذا يا سيدي، المشروع من أجل تجريف العراق لا يكون إلا بناس تنفذه. الأمريكان الآن يقول لك أنه إحنا مشكلتكم أنتم شيعة وسنة و1400 سنة ما أعطيتهم الحكم. أي طيب يا رجل، في زمن صدام حسين المطلوبين إلى الدولة الأمريكية من 50 شخصية عراقية 37 كانوا شيعة، وأين الآن وضع العراقيين؟ يعني اليوم وضع العراقيين الكل يا سيدي يترحم على ذلك النظام، لأنه ما حصل داخل العراق بعد الاحتلال من جرائم ومن قضايا يندى لها جبين الإنسانية. كل هذه الأحزاب تدعي الإسلام، كل هذه الأحزاب تتاجر بالدين، والشعب العراقي كشفهم. أخي هناك الشعب العراقي يقول باسم الدين باقون الحرامية. أنا أريد تنفيذ لهذا الشعار، لا بد من الشعب العراقي أن يكنس هذه المجموعات. كافي 15 سنة، خلي يفكر العراقي بمستقبل أبنائه، بمستقبل أحفاده. هل يعقل أن هؤلاء لم يتم كنسهم مع كل الثوابت بالسرقات والنهب وتجريف العراق والقتل؟ يعني على ماذا ينتظرون الشعب العراقي؟ هناك ورقة يعني تتحدث عن حوادث حرائق المحاصيل الزراعية في بغداد والمحافظات من تاريخ 8 أيار وحتى 4 حزيران. يعني نشاهد سويا مشاهدينا الكرام هذه الإحصائية لعمليات الإحراق، إذا كانت جاهزة، ربما أنها لم تجهز حتى الآن. على العموم يعني هناك أكثر يعني من 236 حادث إحراق نتج عنها إحراق 20,730 متر مربع من المساحة المحترقة والمساحة التي تم إطفاؤها أو إخماد الحريق فيها 522,837. إذن هناك أكثر بحسب مديرية الدفاع المدني أكثر من 272 عملية إحراق، وهناك اتهامات مباشرة للميليشيات التي التابعة أو الموالية لإيران بالقيام بذلك بهدف زعزعة الأمن الغذائي العراقي واستهداف الثروة الزراعية. إذن مشاهدينا الكرام، في ختام هذه الحلقة أشكر ضيوفي الكرام الأستاذ بهجت الكردي الباحث السياسي ضيفي في الاستوديو، وشكر لك دكتورة هداب فالح الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية، ونشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد الجميلي الصحفي العراقي. في الختام تقبل مني أطيب تحية مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء. We'll be right back.